direction and never look back. I made a personal decision to put my faith in Jesus Christ. اتخذت قرارا شخصيا في مدى عمقي بالسيد المسيح أبان دراستي في المرحلة الجامعية، وكان لدي شغف آنذاك بدستور الولايات المتحدة. وكافة حياتي عندما كنت شابا كانت بكل بساطة حياة بسيطة، كنت مسيحيا محافظا وجمهوريا، وهذه الخطوات هي التي أتشرف بأنها كانت خصالا مني. وخدمتي العامة تعود إلى سنوات طويلة، فأنا كنت عضوا في الكونغرس وكمسؤول عن المحافظين كنت قد عملت مع حزبي على تطبيق كافة المبادئ الأساسية، وقمنا بوضع اللوائح التنظيمية التي نظمت طريقة التوظيف وطرق اختيار المرشحين للوظائف في الولايات المتحدة. وكنائبا للرئيس كنت أشعر بالفخر لمهمتي مع الرئيس ترامب. في 4 سنوات تاريخية حققنا من خلالها إنجازات عظيمة، وكل شيء قد حققته فيعزى الفضل بذلك لأسرتي، وهذا لعلني استقيته من وصفة الملك ديفيد الذي كان يركز على أهمية الأسرة. أعتقد بحق كل مواطن أمريكي ليتمتع بالحلم الأمريكي، فقد جبت البلاد لمدة سنتين في السنتين الماضيتين، وكنت قد رأيت الفوارق التي يعيشها المواطن الأمريكي. فالتفاؤل الذي كان يسود في تلك السنوات قبل جائحة كوفيد-19 وتغيرت لتصبح قلقا وخوفا من المستقبل. فهناك حالة من المخاوف لدى المواطنين الأمريكيين. هذه البلاد تعيش جملة من المشاكل. الرئيس جو بايدن والديمقراطيون المتطرفون الذين كانوا قد أثروا على أمريكا بالداخل وبالخارج، فكانت بلادنا قد تحظى بمكانة رفيعة بكل تأكيد قبل تلك الأزمات. لقد تسببنا بجملة من الأزمات، فخمسة ملايين شخص يقومون بعبور الحدود في الولايات المتحدة، وهذا قد جرى معه أزمات إنسانية متتالية في كافة أرجاء البلاد. سياسة الإدارة على مر السنوات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.